السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة فنتر بيت الطيور. مرحبا بكم أخوتي الكرام إلى هذا الدرس الجديد الذي كان يجب أن يقدم في بداية هذه القناة، ولكن بسبب الظروف وبسبب ما قمنا بتقديمه من علاجات تأخرنا إلى تقديمه، وهو يعتمد على أسس التربية. طبعا أخوتي الكرام، قبل ما بلش الفيديو حب توجيه الشكر لكل من بارك لي بقدوم مولودي الجديد وعقبال كل شخص محروم أو مجتهد لحتى يجي أطفال. طبعا الفيديو بتناول اليوم دروس او درس قيم جدا. بتمنى من كل مربي جديد ينوي ان يقدم على تربية الطيور ان يتابع هذا الفيديو وان يسمع كل ما اقوله حتى يحصل على الفائدة الكاملة في هذا الفيديو. طبعا اخوتي الكرام، بداية بتمنى من كل شخص متابع هذه القناة لاول مرة الضغط على زر الاعجاب وزر الاشتراك والتعليق المناسب لهذه القناة. بالإضافة بتمنى من إخوتنا المشتركين القدامى بهذه المجموعة مشاركة هذا الفيديو على الجميع حتى تعمل فائدة. بالإضافة إخوتي الكرام، متابعة الفيديو الآخر، لأنه كل فيديو أنا بنزله بتمنى منكم تشوفوه الأخير لحتى توصلوا لجميع النقاط اللي بحكي عنها. فأول شيء من أسس التربية لتربية الطيور بدي أحكي عنها بشكل مبدئي، وراح نستعين بالصور كوني ماني موجود في البيت اللي مربي فيه الطيور. طبعا إخوتي الكرام، بالنسبة لتربية الطيور، إذا كنت مربي مبتدئ وحابب تربي الطيور، أول شغلة إخوة الكرام الابتعاد عن الطيور المريضة. الابتعاد عن الطيور المريضة. والطيور المريضة إخوة الكرام، في هنيك عنا عدة أمور بتدلك إنه هذا الطائر مريض. هلا ما نحكي على الشكل الخارجي. الشكل الخارجي لا تنتقد الطير اللي بيكونوا قاعد بالقفص ما عم يتحرك، يعني بيكون منظره حلو ولكن في القفص ما عم يتحرك. شراء الطيور يعتمد عليك أنت بالمرحلة الأولى أو بالمرتبة الأولى، وعليك شراء الطيور في النهار، لا تشتري بالليل. شراء الليل مو محبب خالص، اشتري بالنهار، الطير بيكون بحيويته ونشاطه وحركته. الأمر الآخر، لا تشتري من محل وسيخ. يعني كيف محل وسيخ؟ بتفوت لعند مربي الطيور أو بائع الطيور، بتفوت لعنده إذا شفته مو مهتم بنظافة الأقفاص، مو مهتم بنظافة الأكل، مو مهتم بنظافة الماء، لا تشتري من عنده. لأنه الأمراض، أغلب الأمراض اللي بيكونوا مع الطيور ونتيجة الأوساخ ونتيجة الأمراض ونتيجة أكله من برازه أو شربه من ماء مو نظيف أو أكله من مأكولات غير نظيفة. هذا الأمر أخوتي الكرام سببه عدم أو إهمال البائع للطيور، وكان همه الوحيد هو التجارة، بيع ومشترى. الأمر الآخر، الشراء من عند رجل تثق فيه. هذا أمر مهم جدا جدا، الشراء من عند رجل تثق فيه لحتى ما توقع بمشاكل لبعدين وتأخذ بكفالة. طبعا الطيور التي ما لازم تشتريها أنت في بداية تربيتك، أول طيور رح نحكي عنها هي طيور الكولدن ستار. طيور الكولدن ستار أخوة الكرام، هلا رح تنزل مثل ما حكينا صور عن جميع أنواع الطيور اللي نحن لازم نبعد عنها في بداية تربيتنا للطيور. طيور الكولدن ستار أخوة الكرام طائر حساس لدرجة إذا أنا قلت الذكر والأنثى، حتى لو كانت جاهز الأنثى ونقلته من مكان لمكان آخر، فاحتمال كبير ينزلوا محطة غيار الريش، ما راح يزقه، راح يسبب لك مشاكل كتير. فالتربية بتكون تعتمد أول شيء إنه ما تشتري هاي الطير لأنه حساس لدرجة كبيرة، تمام؟ الطائر الآخر أخوة الكرام، طبعاً هلا راح أحكي لكم عن أنواع الطيور وبعدين مع الصور مصاحب الصور بعدين راح أحكي لكم السبب كامل ليش. الطائر الثاني اخوة الكرام هو طائر اليوركشاير. طائر اليوركشاير اخوة الكرام، لما انت بتبلش من مرحلة التربية لا تخرب على هذا النوع، نوع ممتاز جدا جدا وغالي الثمن جدا جدا. وانا هذا بدي اكد لهم هاي النقطة للشباب او للمتابعين للقناة. اخي الكريم، اول ما بدك تبلش بالتربية وبدك تشتري طيور، فانت لا تدور على الغالي، لا تدور على القطع الغالي وتقول انا باخذ منه انتاج بطنه بطنين وطالع حقه. لا، هاي الطريقة أخي الكريم أو هاي الفكرة أخي الكريم جربتها قبلك أنا، وكان الوقعة كبيرة. يعني جبت الطير حق الجوز 600، بعد ما أخذت منه، بعد ما بلشوا بالإنتاج أو بدي بلشوا بالإنتاج، نزلوا بغيار الريش ونزلوا بالمرض ومات الطيور عندي وطلعت ببلاش. فنقول نحن أنه الجوز حق 600 ليرة، أنا ب 600 ليرة بشتري 4 جواز بلديات أو 3 جواز بلديات وبربيهم وبتعلم فيهم لحتى يصير عندي الخبرة الكافية، بشتري نوع آخر من الطيور الجميلة وبحسن أتعامل معها بشكل جيد. النوع الثاني اللي حكينا عنه اخوة الكرام هو نوع اليوركشاير. نوع اليوركشاير اخوة الكرام طائر جميل جدا، ولكن اخوة الكرام مساوئه اكثر من محاسنه. فاليوركشاير اخوة الكرام بده فيتامينات، بده عناية، بده ما نسمة هواء، بدك تحتفظ بالاضاءة، بدك تحتفظ بالمي، بدك تحتفظ بموعد تقديم الغذاء المناسب، بدك تحتفظ بموعد تقديم البروتينات المناسبة، بدك تكون على ثقة انه انت لازم 24/24 مراقب للطير في حال مرضه ولو يوم واحد. اللي عم نشوف نحن عدد الامراض بتصير بالطيور اذا لحقناها بالبدايه على المواد الطبيعيه عم تطير مباشره،
وفي طيور لما بتلحقها بالاخير عم تمرض وما عم نحسن نلحقها بالعلاج وايام تموت. فنحن هاي الطيور اخوة الكرام اذا وقعت في المرض باليوم الاول وما انتبهنا لها راح تطير، مرض الطير وما بقى يطير. فذاك الامر ما بنصح بتربية هاي الانواع. النوع الثالث هو النوع البريزاون او النوع المفتل. هذا الاخوة الكرام كان فتل شمالي ولا جنوبي ولا هولندي ولا اي نوع من انواع المفتل، طائر كمان حلو ومنظره حلو. نحن المربين اخوة الكرام في بداية التربية بغرنا الشكل، بغرنا الشكل، ما بيغرنا الانتاج ولا بيقول لك انا شو بعدين بدي اتصرف، بيغرك الشكل. وانا هذا الموضوع اللي حبيت اطلع فيه واحكيكم على الموضوع هذا، لا يغرك شكل الطير. شكل الطير ايام بيكون من برا رخام ومن جوا سخام مثل ما بنقول بالمثل. يعني الاناتي تبع البريزاون اثبتت انه ما بتزق الفرخ، نسبه 99.9% ما بتزق الفرخ، يعني بتبيض وبتاخذ منها انتاج ولكن ما بتزق الفرخ. وصرنا نعتمد طريقه التحضين تحت اناث من النوع البلدي. من مساوئ أيضا نوعه قليل الحركة وقليل التغريد. أيضا أخوة الكرام بدي أحكي بشكل عام، ما رح أطول عليكم الفيديو أكثر من هيك، بدي أحكي بشكل عام. الطيور الأجنبية أخي الكريم لما بدك تربي لا تقرب عليها، إذا مبتدئ في تربية الكنار لا تقرب على أي نوع طائر أجنبي شو من كان يكون نوعه، شو من كان يكون نوعه، لا تقرب على نوع الأجنبي في تربية الكنار. خليك على الكنار البلدي أو كنار تيبرادو الإسباني اللي بنزلكم صوره أيضا. طيب ليش يا ابو النصر؟ رح نحكي بسبب الاسباب بشكل عام. مرحله غيار الريش 4 اشهر، فيتامينات لازم تكون مستورده واصليه، الغذاء المقدم يجب ان يكون منتظم. على الانقطاع اللي صار ولكن بسبب الضوضاء حواليا اضطريت لاقطع الفيديو وارجع اصوره مره ثانيه. شباب نرجع بنكرر المساوئ تبع هاي الانواع من الكنار التي يجب عدم تربيتها بشكل كامل. اول شغله اخوه الكرام، نوع الكنار مثل ما حكينا احنا 4 اشهر لحتى يخلص مرحلة غيار الريش مع فترة الراحة. وفي منهم كتير بينزلوا بمرحلة غيار الريش ما بيطلع من غيار الريش. هذا السبب اللي جعل انه هذا النوع ما يتحبز عند المربين. السبب الثاني اخوة الكرام، بدك تعتمد على نظام وبرنامج غذائي معقد لحتى تحسن تحصل على انتاج منه، وهذا الامر ما بيتوفر الا عند المربين القدامى او المربين اللي ربوا الكنار البلدي وتعلموا بالكنار البلدي بعدين جابوا الكنار الاجنبي وبلشوا ياخذوا منه انتاج. ليش؟ لانه صار عندهم قاعده اساسيه او قاعده اعتمدوا عليها وقاعده مشوا عليها لحتى يبلشوا فيها بالتربيه. واغلب المربين، اغلب المربين لما ببلشوا بتربيه الكنار الاجنبي، وانا واحد منهم، اول ما بلشت شو سويت؟ اشتريت فراخ وبلشت اعتمد على هدول الفراخ لحتى مشيتهم على مبدأ الكنار البلدي. كان الانتاج قليل، كان في عندي مشاكل، كان في عندي صعوبات بالانتاج، ولكن خطينا هاي المراحل لما كنا متعلمين بالكنار البلدي وعودنا الطيور الأجنبية كيف نمشي فيها مع الكنار البلدي. تمام؟ هلأ ما نحكي عن نوع آخر أخوة الكرام من طيور الباجي. طيور الباجي طبعا هاي القناة مثل ما حكينا بتحكي عن جميع أنواع الطيور. طيور الباجي أخوة الكرام كذلك الأمر، في عندنا الكنار في عندنا الباجي الانجليزي، وفي عندنا باجي الجابونيز المفتل، وفي عندنا عده امور من انواع انواع العواشر. سعر مغري، لون وشكل جميل، ولكن انتاج قليل بالنسبه بالكنار الباجي الاسترالي. فيجب علينا المقارنه اخوه الكرام بالانتاج، المقارنه بطريقه التربيه، المقارنه بحياه الطائر لما بتشتري انت عندك. الباجي الاجنبي موجود عندي ولكن اخوتي الكرام انتاجه كان قليل كثير مما اضطريت اني اركب الاجنبي على الاسترالي، الجابونيز على الاسترالي او الانجليزي على الاسترالي حتى بلشت اخذ منه انتاج بشكل جيد. فانت يجب اخي ربي الاسترالي، اذا كنت مربي باجي ربي الاسترالي، تعلم فيه كيف تربيته، كيف انتاجه، كيف بتعطيه نظام غذائي معين. وانا بنصح كل واحد بيربي باجي او بيربي كنار، اشتري فراخ، اشتري مخاليف، ربينا على ايدك، طالعوا نجهزوا لموسم جديد، وهذاك الوقت ما رح يوجعك راسك ولا رح تتعذب بموضوع التربية بشكل كبير. فيجب عليك أخي الكريم الاحتفاظ بهاي القواعد لحتى تبلش بشكل جيد. نرجع بكرر لكم أخوة الكرام، لا تربي الأجنبي في مرحلة التربية الأولية. وبالفيديو القادم بإذن الله تعالى رح أحكي لكم عن أفضل أنواع الطيور بالكناري وأفضل أنواع الطيور بالباجي كيف بنحسن نربيها، وهي موجودة عندي بإذن الله تعالى. رح أعطيكم عليها فيديو درس كامل، والفيديو طبعا أخوة الكرام راح يكون شرح واسع يعني، وكيف أنا بعتمد عليهم بموضوع الإنتاج. طبعا أخوة الكرام في شغلة تانية مشان ما أغفل عنها ومشان أقدم لكم إياها بشكل أوسع، الكنار الأجنبي أخوة الكرام بياخد 90% منه عبيجي أخذ لقاحات، مو الأجانب اللي بيصدروا لقاحات، عبتكون موجودة داخل الأراضي المباع فيها. ليش؟ لأنه كل شيء
كل نوع زاد عدده، كل نوع زاد عن عدده وانتجت فيه سهولته صار انتاجه رخيص او صار بيعه رخيص. وهذا الحكي مطبق وتشوفوه انتو ليش كنار اليورك شهير. فنفترض انه حقه مثلا 100 دولار والكنار البلدي حقه 50 دولار، ليش؟ لانه الكنار البلدي في منه كثير، كنار الاجنبي او كنار اليورك قليل وانتاجه قليل، وبجوز تاخذ من الانتاج كله يطلبون كله. اذا كنت مبتدئ بجوز ما تاخذ ولا بطل، بجوز انتاج بيض ويطلع البيض فاضي، او الذكر بيض والانتاج تنزل بغيار، او الذكر يغرد ويجهز والانتاج تنزل بغيار ريش، او نفس الشيء البريزان كذلك، او يطلع الفرخ والانتاج اليوم اللي داعش بطل الزرق الفرخ ويموت الفرخ. هاي صارت عنده يعني، يعني بعد ما اشوف الفراخ هاي قمه الياس. بعد ما تشوف الفراخ تطلع من العش او تشوفها بقلب العش تلاحظ بعد يومين مات الفراخ، او باليوم اللي داعش مات الفراخ بعد ما كسر ريش. هذا الامر بسبب لك نوع من نوع الاعاقه قدام التربيه. فلذلك الأمر أخي الكريم، مربي لهذه الطيور والمربي لهذه الحيوانات، أتمنى منك أخي الكريم أول ما تبلش من نوع التربية دور على النوع الموجود عندك بشكل متوافر بكثير، متوافر كثير. ليش نوع التوافر كثير؟ لأنه بيكون سهل الإنتاج ونوعه ممتاز في التربية. وبالدرس القادم راح أحكي لكم عن أفضل نوع أنا ربيته، بالدرس القادم راح أحكي لكم عن أفضل نوع أنا ربيته وشاهدت منه صلابة، مناعة، انتاج، تغريد، جهوزية للإناث، بيض فوق الخمس بيضات مستحيل، يعني بيضت عندي 13 بطن، 13 بطن. حتى بالأخير كنت بهذيك الأيام ما كنت أعرف موضوع مرحلة غيار الريش العتمي أو نزل طير بمرحلة العتمي، 13 بطن. وليش يعني من كتر ما يقست منها، من كتر ما يقست من الإنسان بالأنثى صارت بيض بأرض القفص، يعني شلت الذكر وشلت موالد التعشيل وصارت بيض بأرض القفص. أحد الأشخاص الله يوجه له الخير طبعا نصحني قال لي نتوف الريش من الديل، نتف ريش من الديل كذلك الأمر. طبعا نتف الديل ممنوع على الإطلاق، تنتف ريشة أو ريشتين، تنتف ريشة أو ريشتين مشان تريح الأنثى، وهي مشائع عند المربين. ولكن انا بستخدم الطريقة، صار عندنا في نوع جديد هو قلاش العتمي، راح احكي لكم عنه كمان بشكل مفصل ليش بنستخدمه وكيف بنستخدمه. حكينا عنه مرحله غيار الريش، ولكن هلا بدي احكي لكم عنه بدرس مفصل ايمتى بنستخدمه كيف بنستخدمه. طيب هاي الانتاج اخوتي الكرام، النوع هذا بدي احكي لكم عنه بالفيديو القادم. اذا شفنا هذا الفيديو صار في تفاعل راح نزل لكم اياه واحكي لكم عنه بالتفصيل كيف اخذت 13 بطن، 33 فرخ، 33 فرخ من زوج، والفرخ ظلت عايشة واموره كانت تمام تمام، واخذت منها انتاج بشكل رهيب، بشكل رهيب يعني. ولادة عندي، ولادة موجودين عندي. والدرس القادم باذن الله تعالى واذا الله خلانا من الطيبين راح احكي لكم عن هذا النوع. اللي شاف الفيديو الاخير وسمع الدرس الاخير يحط لي بالتعليقات تحت. وبتمنى منك اخي الكريم متابع لهذه القناه لاول مره الاشتراك في القناه ودعمنا بزر لايك حتى نستمر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو النصر.